استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية. ومنح الرئيس قطان وشاح النيل وثمن خلال لقاء جهود قطان في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة على مدار 14 عاما قضاها في القاهرة. سيادة السفيرة، يعني إلى أي مدى ساهم الوزير أحمد قطان في تقوية العلاقات بين مصر والسعودية؟ لما سفير بيقعد في دولة 14 سنة أعتقد أنه هو يعني بيكون اكتسب الروح بتاع الدولة وفهمها كويس، وخصوصا لو كانت دولة صديقة ودولة كبيرة زي المملكة العربية السعودية. فأعتقد أن هو هذه الفترة كانت فترة مثمرة جدا، ويعني مصر بتشكره بطريقة الحقيقة فيها تحضر وفيها رقي كبير جدا بمنحه وشاح النيل. إنما الحقيقة كمان أنا عايزة أبص للمستقبل باستمرار، يعني من طبع المهنة نحن دايما نبص للماضي ونستشرف المستقبل كمان. كون إن في وزارة النهاردة في المملكة العربية السعودية للعلاقات الأفريقية، أعتقد أن دي خطوة ذكية جدا، خطوة مهمة جدا، لأن منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية لهم علاقات أصبحت وثيقة الآن بأفريقيا. مشروع نيوم اللي هيربط ما بين أفريقيا وما بين آسيا، البحر الأحمر تجمع يكون بحر للتواصل والتعاون والتنمية في ما بين الدول العربية والدول الأفريقية. أعتقد أن هناك مهمة جدا محاربة الإرهاب اللي ابتدى ينتقل من مناطق النزاع في مشرق العالم العربي إلى المناطق في مناطق كثيرة في أفريقيا. أعتقد أن دي كانت خطوة مهمة جدا وخطوة ذكية جدا، ونتمنى له كل توفيق فيها. الحقيقة مهمة ثقيلة وعبء كبير، ولكن وعبء هام في المنطقة وفي هذه المرحلة من تاريخنا أكيد.